السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. استنكر المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام ما تردد من شائعات حول صحة شقيقه ونقله إلى المستشفى ووفاته، مؤكدا أنه ما تردد من شائعات لا يمثل الحقيقة بصلة ولم يتحرى مروجوها الدقة. وأضاف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الأخباري المصري أن الزعيم بخير وصحته على ما يرام، ولم يغادر منزله ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده ويستمتع معهم بهذه الأوقات ويقرأ ما هو جديد. وعبر عن انزعاجه الشديد من الشائعات التي تردد بشكل دوري عن الزعيم رغم نفيه المتكرر له في عدة وسائل إعلامية وصحفية، معلقا: أنا بطن من الناس وبكررها للمرة الألف، الزعيم بصحة جيدة وكفاية ترويج الشائعات بدون تحري الدقة، أنا فعلا مش عارف أعمل إيه تاني.